أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا صديقنا الغالي جورج، وموضوعنا راح يكون موضوع الأخلاق. راح نبدأ موضوع الأخلاق من البداية. بالبداية خلونا نرحب بالأخ جورج. أهلا وسهلا فيك أخي جورج. أهلا جان، أهلا بكل المتابعين، مبسوط إن أنا أبقى معاكم النهارده. تسلم تسلم يا طيب. طبعا مثل ما بتعرف اخي جورج، موضوعنا اليوم موضوع الاخلاق، وبصراحه موضوع الاخلاق كثير مهم، لانه الاخوان المؤمنين بيربطوه ربط مباشر بالاديان، وبيعتبروا كل شيء صادر من الاديان هو موضوع هو شيء اخلاقي. ونحن مثل ما بتعرف يعني الأخلاق بعيدة جدا كل البعد عن موضوع الأديان. الأخلاق كانت موجودة قبل الأديان وقبل ما الإنسان يفكر بالغيبيات أصلا يعني، وابتدأت يعني من البداية مع الإنسان. خلينا نبدأ بالسؤال الأول جورج، شو هي الأخلاق؟ الأخلاق هي مجموعة النظم والمبادئ والسلوكيات التي تتحكم أو تنظم حياة الكائن مع علاقته بنفسه وعلاقته بالكائنات المحيطة وعلاقته بالبيئة المحيطة به. ده ببساطة تعريف للأخلاق، يشمل كل ما أتت به الأخلاق منذ البداية حتى يومنا هذا. هي وجدت لتعريف تنظيم حياة الكائن مع نفسه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالكائنات المحيطة. تمام. طب خلينا نروح على السؤال الثاني، هل الأخلاق حالة منحصرة في الإنسان فقط أم هي حالة عامة عند كل الكائنات؟ يعني الحيوانات عندهم أخلاق بهالمعنى يعني السؤال ده. هو الإنسان هو ضمن المملكة الحيوانية، يعني الإنسان بيولوجيا هو أحد أعضاء المملكة الحيوانية، وأسلافه يعني لو رجعنا لورا شوية كم مليون سنة هتلاقي إن أسلافه كان بينطبق عليهم ما تعريف الحيوان. فهو الإنسان هو جزء من المملكة الحيوانية، وبيتقال عليه الإنسان والشمبانزي القردة العليا. فما نقدرش نفصل الإنسان بيولوجيا عن بقية الحيوانات أو الثدييات. هل المملكة الحيوانية فيها أخلاق؟ طبعا، يعني لو بصيت على أنواع كتير من الحيوانات هتلاقي كل نوع من الحيوانات عنده الكود الأخلاقي بتاعه، عنده مجموعة أخلاق ومجموعة مبادئ بيعيش بيها وبينفذها في حياته، وهتلاقي إن هي مناسبة ليه جدا وبتنظم حياته أو بتخليه في أفضل مكان ممكن، يعني أو في أفضل طريقة ممكنة. لأن الهدف من الأخلاق في الآخر إن أنت تعمل حاجتين: أولا تمنع the worst possible misery. يعني في محاضرة لسام هاريس عن موضوع الأخلاق بصراحة أبدع فيها في شرح موضوع الاخلاق. والاخلاق انت لو يعني لو جربت كل شيء هتلاقي الاخلاق بتعمل حاجتين. في حاجه اسمها the worst possible misery، يعني ايه؟ يعني افضل اسوأ مأساه لكل الكائنات، ان كل الكائنات تبقى في مأساه شديده جدا. فالاخلاق دورها ان هي تخلي الكائنات ما توصلش هذه المرحله من المأساه. الحاجه الثانيه ان هي تخلي الكائنات في افضل حاله ليها، او في افضل سلوك، او في اكتر حاجه حاله مريحه او حاله more convenient، يعني يعيش اللي بقى عايش الكائن عايش حياته بطريقه فيها تعاون اكتر، عشان الكون نفسه ما هوش هذا الكوكب، كوكب الارض اللي احنا بنعيش فيه ما هوش مهيئ للحياه، ما كانش مهيئ للحياه. وده واضح جدا لكل الناس، يعني الارض نفسها مش كل الارض جاهزه للحياه. الارض مليانه اماكن فيها ثلج ما تقدرش تعيش فيها، مليانه اماكن فيها صحراء ما تقدرش تعيش فيها. الجزء المهيئ للحياه جزء صغير جدا، والحياه نفسها في صراع دائم، جميع الكائنات تصارع عشان بس تبقى على قيد الحياه. وده كان احد الانجنز او المحركات الاساسيه للتطور، ان الكائن دايما في مهدد، حياته مهدده بالانقراض، فحب الحياه او الاستمرار هو اللي خلاه يتطور. واللي هذا التهديد هو اللي اجبره ان هو يتطور عشان يواجه هذا التهديد بشكل افضل، وكل ما يكون عنده اوبشنز اكتر يقدر يواجه هذا التهديد بشكل افضل. فالاخلاق بتكمل التطور البيولوجي بيكمله تطور اخلاقي، تطور في البيهيفير او السلوك بيكمل هذا التطور البيولوجي عشان يبقى فيه تعاون اكتر ما بين الكائنات، عشان يضمن عدم حدوث الورست بوسيبل ميزري، وفي نفس الوقت مور كونفينينس او تعاون اكتر لهذا الكائن.
رد سريع على يعني امثله او امثله بسيطه سريعه على اخلاق بقيه الحيوانات. لو بصيت على حاجه مثلا زي الحمام هتلاقي عنده اخلاق، عنده من ضمن المنظومه الاخلاقيه بتاعته ان زوج الحمام ذكر الحمام بيتجوز انثى واحده والاثنين بيبقوا مخلصين لبعض الى ان واحد منهم يموت، وما بيروحش يتجوز واحده تانيه غير لما هي زوجها يموت او هي هو زوجته تموت. وطول الوقت وهم متجوزين مع بعض بيتعاونوا تعاون في تناغم في الصغار، في وضع البيض تلاقيهم قبل ما يضعوا البيض هم الاثنين بيتعاونوا في ان هم يروحوا يبنوا العش ويجيبوا القش والحاجات اللي هيبنوا بيها العش، وبعد كده يتعاونوا مع بعض بعد الانثى ما تضع البيض يتعاونوا مع بعض ويتبادلوا في مين يقعد على البيض. فتلاقي ذكر الحمام يروح يقعد على البيض شويه ويسيبها هي تطلع تاكل، وبعدين لما ترجع تقعد على البيض وهو يطلع ياكل. لما البيض بيفقس والصغار بييجوا بيتناوبوا على الصغار في اطعام الصغار، هو يطلع ياكل ويرجع يطعم الصغار. في الوقت اللي هو بيطعم فيه الصغار وقاعد معاهم وبيدفيهم وبياكلهم هي بتروح تدور على اكل وترجع تعمل نفس. فدي هل دي اخلاق؟ طبعا واخلاق ساميه، يعني ان هو يتجوز واحده بس ان هو يساعدها، التعاون الاسري، تحس ان هي اسره جميله، الاب والام بيتناوبوا في اطعام الصغار. وده في ذكر الحمام، يعني حتى ما هماش ثدييات، حيوانات كتير جدا الاسد عنده منطقه نفوذه، عنده الانثى بتاعته، مفيش اسد ذكر بيدخل منطقه نفوذ اسد ذكر تاني، الجمل عنده نفس الكلام منطقه النفوذ بتاعته او الاثوريتي اريا بتاعته، الحصان عنده وفاء، الكلب عنده وفاء. وطبعا لو بصيت على الكلب مثلا مثل كمثل الكلب، الكلب هو من عيله الولف او الذئاب، لكن ايه اللي حصل وخلى الفصل ده حصل ما بين الذئب والكلب؟ يعني الذئب غير وفي على الاطلاق، الذئب حيوان بري، ولكن الكلب اللي هو ابن عمه كان في يوم من الايام الاثنين ليهم نفس السلف المشترك. هؤلاء المجموعه من الذئاب عاشت في اماكن فيها بشر، فكان لازم يتطور اخلاقهم وتتطور سلوكياتهم عشان يتعاونوا مع البشر. فالكلب لقي او هذا الذئب لقي ان البشر اللي هو قاعد في وسطهم بينتج عنهم مخلفات الاكل، فبيلاقي اكل ياكله. في المقابل المنطقه اللي هو عايش فيها دي وهذا الانسان اللي هو بياكله ده هو عنده ولاء ليه في ان هو يحميه ويحمي المنطقه اللي هو قاعد فيها. ومن هنا جت علاقه الانسان بالكلب. يعني الحيوان مش بس عنده اخلاق، ده اخلاقه وكمان بتتطور بناء على الظروف المحيطه. اتفضل. طيب يعني في انا بيجي هون في سؤال، هل في نوع من الحيوانات خلينا نقول مهما كانت الحيوانات هي تسمح اخلاقها انه تمارس الجنس مع البيبيين بنفس الجنس منه؟ مثلا الكلب يمارس جنس مع جار صغير، او حصان يمارس الجنس مع كر صغير مثلا، يعني هل هناك مخلوقات تمارس الجنس مع اطفالها؟ يعني انا لا اطفالها، انا لا اقصد اطفالها انه الولدانين منها، ولكن من نفس الجنس، الاطفال من نفس الجنس. يعني لم يبرع في هذا الفن في تشويه الأخلاق سوى الإنسان والأديان التي دعمت هذا الفكر للأسف الشديد جدا. يعني فعلا لا تجد حيوان يمارس الجنس مع حيوان تاني صغير أو يستغل ضعفه أو عجزه أو صغر سنه أو عدم إدراكه في إن هو يمارس الجنس معه. ولكن الجنس عند الحيوانات مختلف شوية عن الجنس عند الإنسان، أن الإنسان تطور الأخلاق بتاعه خلى موضوع الجنس مش مجرد للتوالد والبقاء النوع، ولكن طور موضوع الجنس شوية لأن الإنسان بدأ يعيش في قبائل، بدأ يعيش في تجمعات. فموضوع الجنس بقى مش بس لمجرد التزاوج وإنتاج أطفال أو الحفاظ على النوع، ولكن كمان بقى بيعمل رابط ما بين الذكر والأنثى فيخليهم هما الاثنين يعيشوا مع بعض وقت أطول، فياخدوا لهم من الصغار أفضل. لأن لو كان يعني الإنسان كائن vulnerable جدا، كائن ضعيف جدا، مش زي مثلا الجرو والأسد مثلا. الجرو لما بيكبر شوية يقدر يصطاد لنفسه، مش محتاج إن هو يفضل عايش مع الأب والأم، لكن يقدر يطلع يحافظ على حياته هو الشخصية. لكن الإنسان تنقصه كثير جدا من هذه العوامل زي المخالب القوية والأسنان القوية وحرفة الصيد وسرعة الجري والكلام ده كله. ازاي تعوض النقص ده، او ازاي الطبيعه تعوض النقص ده، انها تخلي هذا الكائن الصغير يفضل عايش في حمايه والديه لوقت طويل جدا لحد ما يبقى هو قادر على ان هو يحافظ على حياته الشخصيه ويحافظ على حياه ابنائه. فازاي الطبيعه تضمن
ان الكائنات دي، هذا الكائن الضعيف اللي اسمه الانسان يقدر يعيش بالطريقه دي لفتره اطول مع الانسان، انه يخلي الاب والام قاعدين مع بعض فتره اطول، فيقدروا ياخدوا بالهم من هذا الكائن فتره اطول. فازاي تربطهم ببعض تخلي حاجه زي الجنس ليها متعه اكتر من بس متعه الخلفه. في هرمونات بتطلع في المخ وقت الجنس، وبعد كده بعد وقت الجنس على طول بيطلع هرمون، يعني وقت الجنس بتبقى الهرمونات اللي هي ايه، التستوستيرون والاستروجين، هذه الهرمونات الجنسيه. بعد كده بيطلع هرمون اسمه الاكسيتوسين، ده هرمون الاحتضان او هرمون الحب من غير الجنس. يعني الحب هي مثلا احد متطلبات الجنس. بالظبط كده. فانت يعني وقت الجنس الهرمون ده بيبقى موجود، بعد الجنس عمليه الجنس ما بتنتهي على طول بيفرز من المخ هرمون الاكسيتوسين ده، فده بيعمل ارتباط ما بين الشخصيتين بعيد عن الجنس، فبيقولوا عليه حتى هرمون الحضن او يعني الهاجنج هرمون. لان هم مش بس احنا مارسنا الجنس وكل واحد يروح يشوف حاله ويخلف اطفال، لا احنا لازم نفضل مع بعض. فهذا الهرمون بيضمن ارتباط الذكر والانثى مع بعض حتى بعيدا عن الجنس، ودي يعني دي حاجه من الطبيعه عملتها عشان تخلي الاثنين يعيشوا فتره اطول مع بعض عشان يربوا الاطفال لمده اطول. طب انا هون بصراحه انا ما بدي ادخل اتشعب الاسئله هون، في خطر لي سؤال ولكن راح اسجله واسالك اياه بوقته بصراحه، العلاقه بين الجنس والحب. بس خلينا نرجع لاسئلتنا عشان يكون في تسلسل عنا. جورج، كيف بلشت الاخلاق عند الانسان؟ كيف بلشت الاخلاق خلينا نقول الغير حيوانيه الانسانيه المتعقله اللي الانسان مع الطبيعة، يعني الأخلاق اللي نحن نسميها أخلاق، كيف بدأت مع الإنسان؟ تفضل. هو زي ما كنا بنقول في المثل اللي فات، إن يعني أخلاق زي أخلاق الحمام دي تقدر تقول عليها إن هي أخلاق عليا، فما هي ما بدأتش مع الإنسان لما بقى إنسان هومو سابيان سابيان، إنسان عاقل عاقل، لا. يعني هتلاقي كائنات حتى اقل من الثدييات في التطور او يعني بعيده عن شجره الثدييات وعندها اخلاق زي دي، تقدر تقول عليها اخلاق ساميه في تربيه الاطفال والتعاون الاسري والكلام ده كله. فالاخلاق بدات مع الانسان منذ ان كان في الغابه، يعني منذ ان كان اسلافنا اللي قبلنا كان عندهم اخلاق تناسب عصرهم او تناسب الظروف البيئيه او الظروف البيولوجيه بتاعتهم. الاخلاق بقى اللي احنا منظومه الاخلاق اللي احنا عايشين بيها دلوقتي دي تطورت على مدار يعني يقدر علماء البيولوجي الانسان بوجوده بشكله الحالي ب 100 الف سنه تقريبا. يعني الهومو سابين سابين بدا وجوده على الارض او تطوره ل 100 الف سنه، فالانسان من 100 الف سنه هو نفس الشكل بتاعنا احنا دلوقتي. بدات ازاي تطور الاخلاق؟ بان هو بدا يعيش في مجموعات زي ما قلنا، فكون ان انت مش عايش لوحدك ده بيفرض عليك منظومه اخلاقيه معينه، او بيفرض عليك ان اخلاقك تتطور وسلوكك يتطور بشكل معين عشان تقدر تناسب هذه الحياه الجديده. يعني انت بعد ما بقتش عايش لوحدك، ما بقتش بتصطاد لوحدك، ما بقتش عايش عيشه فرديه لكن بتعيش في مجموعات، فدلوقتي الموضوع مختلف. انت لو عايش في مجموعه هتضطر ان انت سلوكك لازم يتطور عشان يناسب سلوكيات المجموعه كلها، عشان يناسب ان انا دلوقتي مش عايش لوحدي، مش بعمل اللي على مزاجي انا بس، لا انا لازم اراعي كمان ان في جار ليا، في زوجه ليا، في ناس في القبيله او القريه اللي احنا عايشين فيها، فلازم تتطور سلوكياتنا عشان نقدر نستوعب بعض وما يبقاش فيه مشاكل، عشان ما نموتش بعض لكن نساعد بعض. وبعدين الانسان نتيجه التطور اكتشف ان وجودي في مجموعه افضل بكتير جدا من وجودي لوحدي، لان انت لو عايش لوحدك سهل جدا ان انت تبقى فريسه لاي حيوان، او سهل ان انت تبقى فريسه لاي شيء يعني للعوامل الجويه حتى. لكن عيشه الانسان في تجمعات خليته اكثر حمايه، وجود النار، قعده الانسان حوالين النار، بناء البيوت، كل ده بقى يعمل تطور جديد في السلوكيات ويخلي السلوكيات تتطور كل فتره بشكل افضل، او مش بشكل افضل، بشكل يناسب العصر او البيئه اللي هم فيها. فاخلاق الانسان الاول اللي كان بيعيش في اكواخ غير اخلاق الانسان اللي بدا يعمل طوب ني ويبني مدينه صغيره زي بابل، اول مدينه في التاريخ، غير اخلاق الانسان اللي بدا يعمل القبيله دي غير القبيله الثانيه، واحنا لازم يكون عندنا جيش عشان نحمي القبيله بتاعتنا من القبائل الاخرى. بعد كده القبيله تتوسع تبقى قريه، والقريه تتوسع تبقى مدينه، والمدينه تبقى مملكه، وهكذا. فكل عصر بيفرض مجموعه من السلوكيات والاخلاقيات اللي بتحكم هذا التجمع عشان
زي ما قلنا في البدايه avoid the worst possible misery وفي نفس الوقت تدي لك more convenience للتطور افضل. اكيد اكيد. طيب في شيء اي علاقه بين حجم دماغ الانسان وموضوع الاخلاق وتطور الاخلاق؟ خلينا نقول يعني لما كان حجم الدماغ اصغر هل كانت الاخلاق، طبعا انت شرحت انه الاخلاق هي حسب العصر، ولكن الدماغ الانسان، تفكير الانسان، تعقل الانسان، هل اثرت على الاخلاق؟ طبعا لو بصيت على المخ الانسان هتلاقي فيه جزئين، في المخ الاساسي او البدائي وده اللي موجود عند معظم الثدييات وهو اللي فيه يعني الحاجات الاساسيه اللي بيحركك للجوع، بيحركك للجنس، الحاجات اللي هي بس تحافظ على النوع. فهي هذه المخ السفلي او المخ الصغير ده المخ القديم اللي موجود عندنا وعند بقيه الثدييات ده اللي بيضمن بقاء النوع. في بعد كده عندنا حاجه اسمها دي موجوده عندنا احنا عشان احنا مخنا اكبر شويه من حجم المخ نفسه، اكبر شويه من الحيوانات الثدييات الثانيه، اسمها الهاير سنترز. الهاير سنترز دي بدا يطلع فيها حاجات بقى نتيجه برضو متطلبات الحياه بتاعه هذا الكائن اللي بقى اسمه الانسان. الهاير سنترز دي بدا يطلع فيها حاجات ثانيه تتعدى بس مجرد بقاء النوع عشان برضو يحصل نفس التناغم ما بين التجمعات ويحصل نفس التناغم ما بين هذا الانسان والبيئه المحيطه. ففي الهاير سنترز دي بقى بتلاقي سنتر للموسيقى، سنتر الجزء الايمن من المخ ده اللي هو الرايت هيمسفير مسؤول عن المهارات عموما، الموسيقى، العزف، الشعر، المهارات زي ركوب العجله، زي سواقه السياره، كل هذه المهارات موجوده في هذا السنتر. الجزء الشمال تطورت فيه اجزاء اللي هو بتاعه الكلام والكتابة، ان يعني الانسان بدأ يكتب ومحتاج يسجل اللي هو بيعمله ده عشان هيحتاجه بعد كده. فالهاير سنتر اللي في الجزء الشمال ده بدأ يتطور بشكل اكبر وحجم المخ يكبر اكتر عشان يستوعب ان هو يقدر يكتب، يسجل، يقرأ، يتكلم لغة، يتعلم لغة واتنين. فده يعني الفرق بين حجم الدماغ الكبير بتاع الانسان وايه اللي هي عملته في سلوكيات الانسان وبين حجم الدماغ الصغير بتاع الحيوانات الثدييه اللي هي بس ما عندهاش هذه المهارات لكن عندها بس المهارات اللي تحتاجها لبقاء النوع. انا بدي بس اذكر اصدقائنا انه راح افتح سكايب شي 10 دقائق ثانيه كمان، ويا ريت انا بتمنى منكم تحضروا اسئله ويا ريت تتصلوا فينا يعني بتعليقاتكم وتشاركونا حتى تبنوا الحلقه معنا ونستفيد كلياتنا طبعا. طيب جورج، برايك شو هي الظروف الجغرافيه خلينا نقول والبيئيه اللي اثرت على تطور الاخلاق عند الانسان؟ يعني نحن بنلاحظ الاخلاق الموجوده مثلا بالصحراء عند الانسان غير الاخلاق الموجوده عند مثلا المزارع، خلينا نقول حوالي ضفاف النيل والفرات والمناطق الزراعيه، خلينا نقول في فوارق اخلاقيه. شو هي الظروف البيئية الجغرافية اللي أثرت على تطور الأخلاق؟ وكيف أثرت إذا بتقدر تشرح لنا؟ طبعا كل بيئة بتفرض مجموعة من السلوكيات على الكائن اللي بيعيش في هذه البيئة عشان يقدر يتكيف مع هذه البيئة ويقدر إن هو يعيش فيها ولا ينقرض ولا ينقطع نسله. ففي البيئة الصحراوية مثلا لازم تلاقي أخلاق الإنسان لأن هي مناطق جافة وقاحلة و غليظة، يعني الحياة فيها غليظة وصعبة، فلازم تكون منظومة الأخلاق نفسها غليظة كغلاظة الحياة عشان يقدر يقاوم أو إن هو يتكيف مع هذه البيئة. فبتلاقي أخلاق الإنسان الصحراوي اللي عايش في الصحراء حتى التجمعات الصحراوية نفسها هتلاقيها مختلفة تماما عن الأخلاق الزراعية. هتلاقي مثلا في الصحراء في تعاون لكن في تعاون في حاجات معينة زي الصيد مثلا. وبعدين موضوع التريتوريز بقى اللي هو أنا مثلا قاعد في الصحراء جنب بير ميه، فاحنا القبيله اللي عايشه في بير الميه دي ده مصدر الحياه بالنسبه لها ان يقدروا يشربوا منه، فلن اسمح لقبيله اخرى ان هي تيجي تشرب من بير الميه اللي انا بشرب منه. عكس ما تلاقي منطقه فيها نهر طويل والنهر مش محتاج حد يحميه، يعني انا قاعد في المنطقه دي النهر من هنا الناس بتشرب ومن بعديه الناس بتشرب، فما فيش مانع ان انا اتعاون مع الناس اللي قبليه والناس اللي بعديه على مدار هذا النهر فان احنا نعمل تطور حضاري اكبر. عشان كده تلاقي دايما الحضارات لما بدأت حوالين ضفاف الأنهار.
اكتر من ان هي تبتدي حوالين الابيار الميه، لان البير هو مصدر بس محدود، واللي بعديه ب 10 كيلو ما عايز يجي ياخد البير ده عشان يشرب منه او يفحط له بير هو. لكن لو احنا عايشين على النار هيبقى في تعاون اكتر، فهتبقى حده الحياه وقسوه الحياه اقل بكتير جدا، وفرصه التعاون ما بين القبائل وما بين الشعوب المختلفه اسهل بكتير. وده اللي حصل في الحضارات زي ما قلت، الحضاره البابليه والحضارات السوريه والفينيقيه والمصريه والصينيه، لان كلهم على ضفاف الانهار، فبدا التعاون يبقى اكتر. وطبعا لما بيكون التعاون اكتر وبتيجي افكار مختلفه تتحد ببعضها، فبتعمل فكره اعلى من الافكار الموجوده كلها. دايما تلاقي الميلتنج بوتس او الاماكن اللي في العالم اللي فيها ثقافات مختلفه تلاقيها مور ثرايفنج او حالها افضل من الاماكن اللي فيها ثقافه واحده مقفوله. زي مثلا بلد زي الولايات المتحده الامريكيه، ليه الحضاره فيها انشط بكتير جدا من حضاره بلد زي بلاد الشرق الاوسط مثلا؟ لان هي ميلتنج بوتس، هي ناس فيها ناس من الشرق الاوسط وفيها ناس من الصين وفيها ناس من الامريكتين وفيها ناس من اوروبا، فيها ناس من كل حته، فكل واحد جايب فكرته وجايب مهاراته وكلهم حطوا كل التجمع ده في مكان واحد، فانت عندك الادفانتج انك تجمع كل المهارات دي في مكان واحد، فبتكون النتيجه افضل بكتير من ان انت تخلي شعب واحد بنفس الثقافه بنفس المهاره عايش في نفس المكان ما بيختلطش بالشعوب الاخرى. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب خلينا نرجع لسؤال، يعني هو سؤال جوهري بصراحة ومحوري، يعني نحن كل حركاتنا على الدين، نرجع للدين. كيف بدأت العلاقة الأخلاق بالدين؟ كيف الدين، يعني الدين هو بدأ من بداية الإنسان يعني بأشكال مختلفة، كيف ارتبطت هالعلاقة بين الدين والأخلاق؟ هو لو عايز تعرف إجابة السؤال ده لازم تعرف الأول كيف بدأ الدين، يعني إزاي بدأت منظومة الدين دي. الإنسان تطور من 100,000 سنة بقى كائن هومو سابيان سابيان عاقل يقف على قدمين. إزاي بدأ موضوع الدين؟ بدأ موضوع الدين بحاجتين مهمين جدا. أولا بدأ يشعر زي ما قلنا كده اللي هو إيه، أنا في القبيلة وفي سلوكيات معينة لازم تحصل في هذه القبيلة، ولو حد عمل سلوكيات مختلفة ممكن يأذي القبيلة كلها، فازاي احنا ننظم هذه المجموعه من الاخلاقيات او المجموعه من المبادئ بحيث ان محدش ياذينا، واللي ياذينا ايه الحكم اللي احنا نقدر نعمله عليه، او ازاي نقدر نبعده عن القبيله او ان احنا نعاقبه او ان احنا نرجعه تاني ان هو يمشي بنفس المفهوم الاخلاقي اللي احنا متفقين عليه اللي هو نافعنا كلنا. الحاجه الثانيه، الانسان بدا يشوف حاجات ما كانش، يعني الحيوان الاقل من الانسان اللي ما عندوش الهاير سنترز دي ما بيفكرش فيها، يعني ما فيش حيوان بيبص فوق كده يلاقي الرعد فيقول لك مين اللي عمل الرعد ده. فالإنسان بدأ إن هو يشوف حاجات ما كانش بيشوفها قبل كده لما كان حيوان أقل عقلياً يعني، فعايز يلاقي تفسير للكلام ده، لكن لأن هو ما فيش حد شرح له الكلام ده ولسه ما درسوش كويس أو لسه ما فهموش، فبدأ يعزي الكلام ده لأن في حاجة أقوى مننا موجودة هي اللي بتتحكم فينا. زي ما هو شاف نفسه مثلاً، أنا عندي مجموعة من الحيوانات أنا اللي بتحكم فيهم، أنا اللي بأكلهم، أنا اللي بشربهم، أنا اللي بشغلهم، فأكيد أنا كمان في حد بيتحكم فيا، هو اللي بينزل لي المطر وهو اللي بيطلع الشمس، فايه هي الحاجه دي؟ فبدا يبص حواليه يلاقي القوى العليا اللي هو بيحبها، زي المصريين مثلا نهر النيل اساس الحياه، بدا يعبدوا نهر النيل، الناس اللي بدات تعبد الشمس وغيره وغيره، لان هو شايف ان هي دي القوى العليا اللي في حياته. ازاي ربط الاثنين ببعض؟ بما ان دي قوه عليا وهي اللي بتتحكم في حياتي، اكيد هي عايزاني احافظ على نفس المبادئ اللي بتحافظ على التجمع بتاعنا. فاكيد هذه القوى العليا لو انا عملت حاجه كويسه هي بتبقى مبسوطه مني، او الحاجه الكويسه دي اللي انا بعرف بقول ازاي ان هي كويسه او مش كويسه، ان انا هي لو حاجه بتنفع القبيله تبقى كويسه، لو حاجه ما بتنفعش القبيله تبقى مش كويسه. فاكيد الحاجه دي بتخضع، او المنظومه الاخلاقيه دي بتخضع لهذا الكائن الكبير اللي هو بيمدنا بالحياه، او اللي هو المشرف علينا يعني، او اللي هو صاحب القبيله. ومن هنا بدا الدين بقى في الايه، التفرع والسيطرة على موضوع الأخلاق يعني. تفضل. شكرا لك على الإجابة أخي جورج. طيب شو هي الأسباب اللي تجعل تعتمد على الأخلاق؟ يعني هو خلينا ناخذ أسباب إنه تعتمد على الأخلاق، الأسباب اللي جعلت الدين يعتمد على الأخلاق، يعني أهم الأسباب
اللي يعتمد فيه على الأخلاق؟ في حاجة مهمة بس لازم ننوه عليها. دايما الدين يحس المتدينين يقولوا لك ان المنظومة الأخلاقية دي لا تتغير، وان دي أفكار ثابتة جاية من عند الإله، عشان كده انت لو انت بتفكر بطريقة مادية ما تقدرش تقول ان ده صح او غلط. يعني انت ازاي بتحكم ان ده صح او غلط؟ لو سألت المتدين يقول لك انا ده صح لان الإله قال ان هو صح، وده غلط لان الإله قال ان هو غلط. طب لو فكرت انت بقى بطريقة بعيدة عن الأديان، حاجة زي البكتيريا مثلا، البكتيريا دي دورها ان هي تعيش وتتكاثر عشان تحافظ على نوعها. نتيجة ان هي بتعيش، ان هي عايزة تعيش، ممكن تسكن في الانسان، قد تكون مفيدة ونافعة زي البكتيريا اللي بتسكن في الجهاز الهضمي، وقد تكون ضارة. هل هي تقصد ان هي تضر الانسان؟ يعني لو انت فكرت بمفهوم النفع والضرر اللي بيقول عليه الدين، يبقى كده البكتيريا دي شريرة لانها بتعمل حاجات مضرة للانسان. لكن هل البكتيريا تقصد ان هي تضرك؟ لا، هي كل اللي بتعمله ان انت بالنسبه لها كولاترال دامج، انت بالنسبه لها يعني اللي بيحصل لك انت كمرض او التاثر اللي بيتاثر بيه جهازك البيولوجي ده مش قصدها الاول، هي قصدها ان هي تعيش. انت بقى اللي بيحصل لك ده، دي مش مشكلتها، فما تقدرش تقول عليها ان ده شر. لا، هي طريقه حياتها كده، وانت اللي بتتاثر بطريقه ما، فدي مش مشكلتها، فما تقدرش تقول على البكتيريا ان هي شريره. وقيس على ذلك بقى، يعني ازاي انت بتقدر تقول ان دي حاجه نافعه او ان دي حاجه ضاره؟ ازاي انت بتقدر تقول دي حاجه اخلاقيه ودي حاجه غير اخلاقيه؟ في الاخر بتعتمد على نفس الفكره التطوريه اللي قلناها، ان الحاجه انا ازاي اقدر اقول ان هي حاجه خيره او حاجه شريره بتاثيرها المباشر عليا انا ككائن، وعلى الكائنات اللي شبهي، وعلى المجموعه اللي انا عايش فيها. فلو في حاجه بتاثر عليا انا تاثير سيء، فدي تبقى دي حاجه شر بالنسبه لي. لو في حاجه بتاثر على المجتمع اللي انا عايش فيه تاثير سلبي، فدي بقى حاجه شر بالنسبه لي. لو في حاجه بتاثر تاثير جيد، فتبقى حاجه خير بالنسبه لي. هو ده المقياس الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه في ان انت تقدر تقول ان دي حاجه شريره او دي حاجه خيره. ليه القتل غلط مثلا؟ هل القتل غلط لان الاله قال ان هو غلط؟ لا، القتل غلط لان انت بتعمل the worst possible misery لكائن زيك. فكون ان انت تقتل انسان زيك، انت سلبته حياته، وانت مش متحقق ان انت تسلبه حياته، او انت سببت له ضررا. وطبعا بالتبعيه انت سببت ضرر لكائن تاني، وسببت ضرر على الكائنات اللي بتعتمد على هذا الكائن، اولاده او زوجته او احبائه، سببت ضرر للمجتمع اللي هو عايش فيه، لان انت سحبت هذا الكائن بعد ما كان منتج من في المجتمع اللي هو فيه، انت سحبته منه، فانت اوقعت ضررا مباشرا على كائن زيك. هو ده ليه القتل غلط، مش لان الاله قال ان هو غلط. والنتيجه السوداء ان الدين لما اعتمد على الموضوع ده بقى ساعات القتل يكون صح وساعات القتل يكون غلط، الديبند على الموقف اللي انت فيه. لو اعتمدت انت على الفكره التطوريه بس، القتل غلط طول الوقت. لكن لو اعتمدت على الدين، لا، في حالات القتل فيها مش غلط. يعني مثلا ايه؟ قتل اليهود والنصارى عادي، قتل الملحدين والكفار مفيش مشكله، قتل الناس اللي ما بتعبدش نفس الاله بتاعنا قشطه عادي، يعني برضو معانا مفيش مشكله. فاصبح هنا الموضوع نسبي، هل القتل غلط غلط ولا صح؟ لا، الديبندز بقى، يعني لو انت بتعبد نفس الاله اللي انا بعبده، فايه؟ من قتل مسلما فقد قتل الناس جميعا. انما لو انت مثلا كافر وزنديق وملحد، فايه؟ قتلك حلال قشطه، مفيش مشكله. يعني بكل تاكيد. طيب، في عندي سؤال تاني بيقول شو هي، خلينا ناخذها بالشكل الثاني، ليش الاديان وضعت الجنس كمصدر رئيسي للاخلاق؟ يعني هلا خلينا نشوف الدين الاسلامي، يعني الاخلاق بالدين الاسلامي كله مرتبط بالجنس، اغلب الاخلاق مرتبطه بالجنس. برايك شو السبب؟ يعني شو السبب الاديان جعلت من الجنس، من الاعضاء الجنسيه، مصدر رئيسي للاخلاق، كما نقول بالدستور المصري الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع؟ في نقطتين مهمين في هذا الموضوع. اولا، من اسس هذا الدين؟ المشكله ان الناس بيقول لك اللي اسس هذا الدين رسول، لكن لو بصيت في حياه هذا الرسول هتجد ان هو كان عنده امراض عقليه. من ضمن هذه الامراض العقليه كانت عنده صرع الفص الصدغي، التمبورال لوب ايبيليبسي، وده بيحصل فيه شرح جنسي. فمؤسس الدين نفسه كان عنده شرح جنسي، فده انعكس على كل كلمه كتبها في الدين، انعكس على كل تصرفاته، انعكس على كل وصاياه، انعكس على كل حاجه هو بيعملها، لان هو طول الوقت ولع بهذا الموضوع، ولع بالجنس. وده مش ذنبه، ده نتيجه مرض عقلي.
ذنب اللي اتبعوه، لان اللي اتبعوه بدل ما يقولوا ان لان هم ما كانوش يعرفوا فافتكروا ان هو نبي. لو هذا الانسان كان يعيش في عصرنا هذا كان سيتم ايداعه في مستشفى امراض عقليه لتلقي العلاج، لكن المشكله ان ما كانش فيه مستشفى امراض عقليه في مكه في هذا العصر، فاصبح هذا الانسان المريض عقليا رسول. وبعد كده ورث للامه بتاعته وفي الدين بتاعه وفي الكتب بتاعته نفس الامراض العقليه اللي كانت عنده. فهتلاقي الجنس حاجه اساسيه في الدين، بقيه الحاجات بتاعته الفلوس السلطه كل الامراض اللي كانت عنده، احساسه بالظلم احساسه بالقهر احساسه بان في حد بيتآمر عليه نظريه المؤامره، كل دي كانت امراض عقليه في ذهن محمد حطها في الدين وقد توارثها الجميع. ليه سمعت مع الناس بعد كده موضوع الجنس؟ لان دلوقتي اصبح رجل الدين اللي بيجلس على كرسي محمد يخلفه اصبح بيتحكم في حاجه الانسان بيحبها. يعني زي ما قلنا ليه الموضوع الجنس تطور عند الانسان اكتر من الحيوان، لانه اصبح مش بس حاجه هامه للتكاثر والحفاظ على النوع، لا اصبح كمان حاجه مهمه للترابط الانساني. وبعدين اصبح ليه يعني نقاط في المخ بتدي يعني ملذه للموضوع اكتر او اهتمام بالموضوع ده اكتر. فلو انا اتحكمت فيها هقدر اتحكم فيك بجانب كبير جدا من حياتك. فاللي جلسوا على كرسي محمد استغلوا هذه الامراض وبقوا يقدروا يتحكموا في الناس تحكم كبير جدا، لدرجه ان انت دلوقتي ممكن تجيب شاب عنده 16 17 سنه نفسه يمارس الجنس وتوعده بالحور العين وتخليه يروح يموت نفسه ويفجر نفسه عشان في الاخر يروح يمارس الجنس مع الحور العين، لانه استغل هذه النقطه التطوريه فيك في التحكم في مصيرك. اتفضل. طيب برايك جورج، يعني هل الدين الاديان عموما هي مصدر جيد للاخلاق؟ هي مثلا ممكن ناخذ اخلاقنا من الدين ونعتمد على هالاخلاق هاي؟ الاخلاق زيها زي الجهاز البيولوجي، فهي تتطور مع العصر ومع متطلبات العصر. فلو بصيت انت مثلا من 100 سنه فاتت كان في حاجات تعتبر من 100 سنه اخلاقيه، لكن في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه تعتبر غير اخلاقيه. زي مثلا فكره العبوديه، ان انت يبقى عندك انسان زيه زيك انت مستعبده، ده كان في من 150 سنه فاتت مثلا شيء طبيعي جدا ومقبول وما فيش اي مشكله فيه. يعني ان انت يكون عندك عبد ما كانش حد بيقول لك انت ليه بتعمل كده، لا بالعكس عادي، لان ده عنده عبد وده عنده عبد والناس كلها فكره العبوديه مش مرفوضه. لما طلع ابرام لينكولن وحرر العبيد وبدات تنتشر فكره وثقافه ان الانسان لا ما يقدرش يستعبد اخيه الانسان، فبقت دي حاجه مرفوضه تماما في هذا العصر اللي احنا فيه، فقد حدث تطور في الاخلاق. المشكله السوداء في الدين ان هو كتب الدين عموما هي كتب حجريه صامته، مصمتة قصدي مش صامتة، كتب حجرية اللي مكتوب فيها لا يصلح تطويره. يعني ما ينفعش انت تجيب القرآن وتضيف عليه حاجة جديدة النهاردة، تضيف عليه صورة جديدة تناسب العصر، لا هو نفس اللي كتب من 1400 سنة لازم هو النفس تفضل تقراه النهاردة. طب هل الأخلاق الإنسان من 1400 سنة هي أخلاق الإنسان النهاردة؟ لا طبعا، حدث تطور في الأخلاق نتيجة التطور الاجتماعي، نتيجة التطور البيولوجي، نتيجة التطور الكرة الأرضية نفسها، نتيجة التطور المعرفي والمعلوماتي. فما ينفعش ان انت تجيب حاجات كانوا هم بيحبوها زمان او تعتبر اخلاقيه عندهم زمان وتقدر تقول النهارده ان هي نفس الحاجات دي ما زالت اخلاقيه النهارده. زي في العهد القديم مثلا كان ينفع ان انت تبيع بنتك، ودي كانت من احد الوصايا، ان انت ينفع لو اتزنقت ماديا تبيع بنتك جاريه وتاخد المصلحه دي، بس ما تبيعهاش لواحد اممي، بيعها لواحد يهودي. فهي اتبعت لجاريه لواحد يهودي وانت خدت قرشين فكيت بيهم مصلحه يعني. ودي كانت حاجه مقبوله جدا وكان فيها نص نازل من الاله او يعني موحى به من الاله لموسى عشان ينظم حياه الناس دي، ودي كانت حاجه مقبوله ساعتها. هل ينفع تجيب الكلام ده النهارده وتقول عليه اخلاق؟ لا طبعا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا تطورنا اخلاقيا، فاصبح بعض المبادئ اللي كانت تنفع زمان ما تنفعش النهارده. فما ينفعش نقول على الدين هو مصدر الاخلاق، لان الدين هو كان منظومة أخلاقية تنفع في العصر اللي كتب فيه لكن ما تنفعش النهاردة. طيب جورج، يعني هلا مثلا خلينا ناخذ موضوع الجسد المرأة، وطبعا نحن بنعرف عنا بالشرق موضوع الأخلاق كثير متعلق بجسد المرأة. يعني بنشوف كلنا شفنا بالتلفزيونات وبالفيديوهات قبائل في أدغال أفريقيا بتلاقي المرأة ما يلبس شيء نهائيا، خصوص الصدر وشيء، والرجل ما لابس ومبين العدة كلها مبينة. يعني
ومع ذلك ما بتلاقي في شيء اسمه تحرش جنسي نهائيا. مع ذلك بتلاقي بيحترموا بعض. مسألة التحرش الجنسي بعيدة جدا عنهم، يعني مع انه كل شيء على الزلط، على قولة عادل امام كلهم زلط يعني. وبتيجي على خلينا نقول ناخذ، ما نروح على اوروبا، نروح على بلادنا يعني التعيسة، هي بتلاقي المرأة ما مبين فيها شيء، ومع ذلك نسبة التحرش بالمرأة أكبر. فكيف شو هي كيف ممكن نفسرها يعني؟ كيف ممكن نفسرها يعني؟ هل الأخلاق هي لها موازين معينة هون وهون؟ هل يعني كيف أنت بتفسرها؟ تفضل. الجمود الفكري اللي تسبب فيه فكر الصحراء عندما انتشر في منطقة الشرق الأوسط هو المشكلة في هذه، يعني هذه المشكلة، مشكلة التحرش، هي ناتج مباشر للجمود الفكري اللي تسببت فيه ديانة الصحراء عندما انتشرت في الشرق الأوسط. فلو بصيت على حضارات مثلا الفينيقية والبابلية والمصرية هتلاقي ان كان لبس المرأة بيختلف، ما مش هتلاقي مرأة محجبة أو منقبة في هذه الحقبة، وما كانش، وكان الموضوع طبيعي بالنسبة لهم. لما انتشرت فكرة الصحراء وهذه الأخلاق الصحراوية التي أتت من شبه الجزيرة العربية، وطبعا حط فيها محمد التاتش بتاعه وتاتش الأمراض الجنسية اللي كانت عنده، أو الشره الجنسي والولع الجنسي، حط التاتش بتاعه ده في الدين، فأصبح الموضوع ما بقاش ينظر للمرأة كأنها كائن عادي زيه زيه، أو الموضوع الجنسي إن هو شيء طبيعي، هو غريزة في الإنسان زي ما هو غريزة في الحيوان، ويتم التعامل معاه تعامل عادي، يعني كأنه زيه زي الجوع أو زيه زي أي غريزة أخرى. لكن الأمراض اللي حطها محمد خلت موضوع الجنس ده اللي هو من كتر ولعه وشرهاته فيه خلى عنده الإرادة أنه يتحكم في المرأة تحكما تاما عشان يفضل يقدر يمارس الجنس، زي ما كانوا بيقولوا لنا في السيرة العظيمة بتاعته أنه كان يدور على نسائه بغسل واحد، وكان يبقى قاعد وبعدين تعدي واحده يشوف رجلها فيهيج فيروح داخل نايم مع عائشه يدخل يفرغ الشحن فيها يعني. فهذا الولع الجنسي خلاه عايز يتحكم في المراه تحكما تاما بحيث تفضل تحت امراته الجنسيه 24 ساعه، لو قاعد مع اصحابه بيتكلم وبعدين هاج مره واحده لا يخش يلاقيها على طول، يعني ما تقولوش لا مثلا. حتى لما كان وقت الحيض وبتاع كانت عائشه تحكي لنا ان وهي حائض وهي عندها وقت الطمث او الحيض كان محمد يفخدها، يعني مش قادر يستحمل، وبعدين هي عندها الحيض وبتاع يعني لازم يعمل مصلحه يعني، فايه كان يفخد يعمل اي حاجه بقى اي حركات يعني عشان برضو. فهو انسان مريض، والمرض ده تم، وبعدين البيئه بتاعته كانت برضو تقريبا بتفكر بنفس الطريقه، فهو نقل كل هذه الامراض بتاعت المنطقه دي وبتاعته الشخصيه ودي المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي، ان هذه الامراض خلت المجتمع عايز يتحكم في المرأة، عايز يغطي المرأة، حاسس طول الوقت ان هو هايج جنسيا، وبعدين اللي بيولع النار اكتر او اللي بيزود بيشعل النار اكتر ان انت الواحد من ساعة ما بيبلغ بتبتدي ان انت تعمل كبت لهذا الاحتياج الجنسي، تفضل كبته اي حاجة يعني، كالبخار لو حطيت عليه حلة بتطلع بخار وغطيتها جامد هتنفجر. فبدل ما انت بتتعامل مع الموضوع معاملة عادية، يعني في الدول الغربية الكافرة الملحدة الصليبية الصهيونية بيعرفوا الطفل عن الجنس على قد المرحلة اللي هو فيها، فالطفل اللي في مراحل الابتدائية بيكلموه عن الجنس اللي هو جنسك انت، نوعك، ازاي جهازك التناسلي بيشتغل، الكلام ده كله على قد مخه ما يفهم، وبيبقى فيه تربية جنسية طول الوقت في المدارس على حسب المرحلة اللي الطفل بيوصل فيها. فطول الوقت الموضوع لا هو غريب بالنسبة له ولا هو مكبوت ولا هو حرام الكلام فيه، لان دي غريزه انسانيه عاديه، فبيتم التعامل معاها تعامل حضاري. لكن في دولنا المنكوبه بيتم التعامل مع الموضوع ده على اساس انه حرام وعيب وما تتكلمش فيه وما تفتحش الموضوع ده وجسمك غطيه وما تخليش حد يبص عليكي وغشاء البقره ده شيء مهم جدا وكل الكلام ده، فبيبقى في كبت جنسي رهيب. فايه النتيجه؟ ان لازم البخار ده ينفذ بطريقه ما، فلو انت بتبوظ بالطريقه دي هتشوف واحده منقبه برضو هتحاول ان انت تنفس معاها. طيب جورج، يعني برايك بموضوع الجنس، يعني هلا مثلا انا بالنسبه لي اذا شفت اثنين شاب وبنت راحوا مارسوا الجنس انا بعتبره موضوع جدا عادي وما له علاقه يعني الاخلاق. شو هي الاشياء
خلينا نقول بالجنس الأشياء الأخلاقية والأشياء الغير أخلاقية، أو الأشياء ما لها علاقة بالأخلاق والأشياء الغير أخلاقية بالجنس، يعني إذا ربطناها يعني طيب الأشياء العادية والأشياء الغير أخلاقية. خلينا نقول تفضل. ممكن أنا تعودت دايما يعني النظرة العلمية لأي شيء هي اللي بتفسر لك وبتدي لك تفسير فعلا منطقي يقبله العقل، لأن هو ده يعني التفسير العلمي هو أفضل تفسير. التفسير العلمي لموضوع الجنس زي ما قلنا هو موضوع تطور. طبعا نتهم ان احنا ايه، انت كملحد عايز مش عارف ليه دايما عايز تنام مع اختك او مع امك، او يعني نفس الفكره البلهاء. لكن تطوريا ليه مثلا فكره ان انت تنام مع اختك او امك دي حاجه غير مقبوله تطوريا وعلميا؟ يعني لان انت بينك وبين امك تقريبا نصف عدد الجينات، تشارك امك في نصف عدد الجينات. فلو حصل ان انت نمت مع امك وجبت عيل، هيطلع عيل متخلف عقليا ويحمل جميع الامراض الوراثيه اللي عندك انت وامك. فتطوريا ما تعملش كده، لان يعني ليه الطبيعه خلت الانسان يفكر ان دي حاجه غلط وانا المفروض ما اعملهاش؟ اولا لان في مشاعر الامومه والابن، دي حاجه بتخلي الانسان ما يفكرش في الجنس معاها، لان في مشاعر تانية في سنترز اخرى في المخ بتخليه يفكر في امه، ان دي امي اللي هي مصدر الحمايه، مصدر الرعايه، مصدر الغذاء في وقت من الاوقات، طول الوقت هي بتحبه ومصدر الحنان. فموضوع الجنس ما بيبقاش موجود خالص في مخيلة الإنسان. ثانيا تطوريا وعلى مستوى الجينات، ما ينفعش ان انت تشارك امك او واحدة تشارك ابوها في موضوع الجينات، لان هينتج عنه جيل مشوه، جيل معاق، والطبيعة ما بتحبش كده. الطبيعة بتحب ان هي طول الوقت تحسن الاداء، تعمل تطور للافضل عشان الكائن يقدر يواجه العوامل البيئية بشكل افضل. لو كانت سمحت للكائنات انها تمارس الجنس بالطريقه دي، هتطلع كائنات مشوهه وهتنقرض في النهايه. موضوع الجنس بقى في ليه موضوع الجنس، ايه اللي اخلاقي في موضوع الجنس او ايه اللي مش اخلاقي؟ ليه الانسان عنده فكره ان انا يبقى عندي ولاء للزوجه، او الزوجه عندها فكره الولاء للزوج؟ زي ما قلنا في بدايه المقطع ان لما الاثنين بيعيشوا مع بعض فتره اطول، بيقدروا ان هم يربوا النشء بتاعهم لحد ما يوصل لعمر مناسب يقدر فيه ان هو يحافظ على حياته من غير احتياجه للاب والام. وفي الظروف اللي احنا بنعيش فيها دي، ممكن الانسان حتى بعد ما يتزوج ويبقى ليه اسرته يبقى لسه ما زال محتاج لابوه وامه. والارتباط الاخلاقي والارتباط العاطفي اللي ما بين الابن وابوه بيفضل لحد الاب ما يموت، ما بيختفيش يعني. فكون ان انت يبقى عندك ولاء لزوجتك، ده بيضمن ان النشء يفضل، او الجيل اللي انت جايبه يفضل عنده ارتباط عاطفي، يفضل عنده تطور اخلاقي، يفضل عنده فرصة افضل في الحياة، فرصة افضل في مواجهة المخاطر الحياة، فرصة افضل في التكيف مع البيئة. فده اللي جاب فكرة ان الانسان يبقى عنده ولاء لشريك حياته، فالاتنين يبقوا مع بعض عندهم ولاء جنسي. وفكرة كمان ان انت لو انت هتروح تنام مع واحدة تاني مثلا غريبة عن مراتك، فافرض هذه الواحدة حملت، فانت مش موجود معاها، مش هتقدر تكون موجود معاها عشان تربي النشء. فعشان كده البيئة او الطبيعة خلت ان دي حاجة مكروهة عند الانسان، ان هو يروح يمارس الجنس مع واحدة تاني غير زوجته، عشان ما يجيش نسل تاني انت ما تقدرش تبقى واخد بالك منه فيتعرض للمخاطر. فعشان كده دي افضل حالة دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه، ان الانسان يبقى عنده ولاء. فعشان يعني الجماعه اللي بيتهمونا هذه الاتهامات، لو انت مش فاهم التطور كويس هيجي في دماغك اي حاجه بقى، خلاص انا اروح انام مع دي وانا مع ده، والملحد بقى عايز يتخلص من قيود الاله عشان بقى يمارس الجنس مع امه ومع اخته. طيب خلينا نحكي بمقارنه بسيطه، اذا بتقدر سوينا مقارنه بسيطه بين اخلاق المؤمن واخلاق الاخلاق الملحد. خلينا ندخل باخلاق المؤمن المسلم بالتحديد، يعني لانه هن اكثر الناس بيطلقوا هالترهات، ما بقدر اسميها غير ترهات، يعني انه لما بيسالك المؤمن وانت بتنام مع اختك ولا ايه، يعني لو ما يعني هو لو ما متدين بينام مع اخته، يعني الدين مانعه من ينام مع اخته. خلينا بس نساوي شويه مقارنه بسيطه بين المؤمن، اخلاق المؤمن واخلاق الملحد اذا سمحت. تفضل. زي ما قلنا الاخلاق الدينيه هي اخلاق جامده، اتكتبت زي ما هي كده من 1400 سنه وما زالت ماشيه لحد النهارده.
فما ينفعش انت النهارده تجيب هذه الاخلاق، هذه المنظومه الاخلاقيه اللي كانت صالحه من 400 سنه، وهي حتى ما كانتش صالحه في عصرها، يعني الاخلاق الاسلاميه ما كانتش حتى صالحه في عصرها، بس انت عايز تجيبها النهارده وتفرضها علينا وتقول لنا ان ده هو افضل سلوك ممكن الانسان يسلكه. فكره ان انا انام امي واختي، دايما في الطبيعه شواذ، يعني كل قاعده بيبقى ليها الشواذ بتاعتها، والطبيعه بيبقى فيها فاريشنز. فغالبا الناس اللي بتفكر بالطريقه دي هو نفسه داخليا عنده مشكله ذهنيه او مشكله نفسيه مخليه عايز ينام مع امه واخته، لكن هو خايف من الاله، فمش بيعمل كده لان دي اخته بينه وبينها مشاعر الاخوه فقط، او دي امه بينه وبينها مشاعر الامومه فقط، لكن هو عنده الشذوذ ده في دماغه، او عنده المشكله دي في الكيمياء بتاعت مخه، لكن هو خايف من الاله او خايف من العذاب او ايا كان، يعني المصير الاسود اللي مستنيه لو عمل كده، فبيعمل اسقاط عليك انت، لان هو نفسه هو داخليا يعمل كده. ده مرض في علم النفس مشهور جدا، هو مرض الاسقاط، ان انا نفسي اعمل حاجه فبعمل حاجتين، يا اما بتهمك ان انت عايز تعملها بعمل له اسقاط عليك، يا اما بعمل عكسها طول الوقت لان هي جوايا. فتلاقي مثلا واحد بيحب النار جدا، فتلاقيه عشان يواجه المشكله دي يعمل ايه؟ يروح يشتغل فاير فايتر، يشتغل في المطافي عشان يكبت هذه المشاعر اللي جواه او الرغبه اللي جواه في النار. في ناس بتعمل كوبينج بطريقه ثانيه، ان هو بيحب النار جدا، بس دي طريقه صحيه، بيحب النار جدا فيعمل ايه؟ يروح يشتغل في هوليوود مثلا ويعمل متفجرات في هوليوود في السينما وبتاع، فكده اشبع رغبته وما اذاش حد. هم الجماعه المتدينين دايما يعملوا الحاجه الاولانيه اللي هو ايه؟ هو نفسه ينام مع امه واخته، فيعمل ايه؟ يقعد يقول لك لا ده غلط وحرام وكفره وانت الكافر الملحد عايز تنام مع اختك. لا، انت اللي عايز تنام مع اختك على فكره، بس انت بتقول كده عليا لان انت يعني عايز تفهم نفسك ان انت احسن مني. فكره الاخلاق نفسها عندك انت كمسلم، انت ليه بتعمل حاجه كويسه وليه ما بتعملش حاجه وحشه؟ لو بصيت على واحد ملحد هتلاقيه بيعمل كده من كنز قلبه الصالح، يعني هو بيعمل كده لان هو شايف العلاقه الانسانيه، اخيه الانسان، عايز ان الكل يبقى في حاله جيده، لان ده بالتالي هيرجع عليه هو بالمنفعه، ان لو المجتمع كله في حاله جيده هو كمان عايش وسط هذا المجتمع بالحاله الجيده، فكون ان هو يعمل خير، يتصدق على انسان فقير او حاجه، فالمجتمع ما بيبقاش فيه فقراء كتير، فيبقى المجتمع منتج، وهو كمان هينعم بهذا الخير ومن جوه قلبه، لان الطبيعه حطت فينا هذا الجين اللي هو يخليك قلبك كويس عايز تساعد الناس، عشان الطبيعه تخلي المجتمع كله في وضع افضل. تعال بص عليك انت بقى كمؤمن، ليه بتعمل حاجه كويسه؟ لان الهك امرك، لان انت طمعان في الجنه او خايف من عذاب النار، فانت اللي بتعمله ده مش كويس من جواك، انت اللي بتعمله ده يا اما ناتج عن خوف يا اما ناتج عن طمع، والاثنين يا صديقي اسوء من بعض. فبدل قبل ما تتكلم تيجي كمسلم تتكلم عن الاخلاق، روح شوف انت بتعمل الاخلاق الاول ليه، هتلاقي نفسك يا اما خايف يا اما طمعان، والاثنين اسوء من بعض، والاثنين بالعكس بدل ما يخلوا المجتمع يتطور يخلوا المجتمع يتخلف اكثر واكثر. ومش محتاجين نقول امثله، فرجوا على المجتمعات الاسلاميه وانتم تعرفوا، يعني الموضوع يصرخ ومش محتاج حد يشرح. طيب انا هون بنطرح سؤال جورج، يعني نحن هلا بنشوف الاخلاق الموجوده بالشرق الاوسط بالدول الاسلاميه، بتلاقي الكذب يعني ما شاء الله، وكان يعني الكذب ما في مثله، ما في حدا بيجيك على الموعد مثلا، يعني اغلب الناس هنيك ما بتهمهم مساله المواعيد، نصب والاحتيال شيء حدث بلا حرج. برايك الاخلاق الموجوده اللي عندنا بالشرق الاوسط شو هي اهم العوامل اللي سببت هالاخلاق، خلت اخلاقنا تكون بهالشكل هذا؟ هي ثقافة الصحراء يا صديقي، هي دي بالظبط ثقافة الصحراء، لأن أنت كواحد قاعد في الصحراء ومعكش ساعة، وكل المواعيد عندك أنت بتراقب الوقت إزاي، الفجر، الظهر، المغرب، العشاء، فأنت يعني الوقت بالنسبة لك هو مجرد أربع فصول بتحصل في اليوم، ففكرة بقى الساعة وأنت جاي لي الساعة 10:30 دقيقة غير جيت لي الساعة 10:31 دقيقة، الفكرة ده مش موجود عند الإنسان الصحراوي البدوي اللي قاعد بيهش على الغنمتين في الصحراء. ان هو يعدي عليه ساعه واتنين ده بالنسبه له حاجه، يعني كله محصل بعض، يعني كله عند العرب صابون في الاخر. فهي دي ثقافه الصحراء، وثقافه الصحراء تفشت مع الدين الاسلامي في المناطق الشرق الاوسط،
فاصبح هذه الحضارات اللي كانت قبل كده بيتضرب بيها المثل، وهذه الحضارات اللي اسست للحضاره الانسانيه اصبحت النهارده بتتعامل بثقافه الصحراء. فهو الانسان ما بقاش عنده اي اهتمام بالمواعيد، ما عندوش اهتمام باي شيء، عنده الكذب والعنف والعدوان شيء عادي، لان هو مواطن الصحراء او ثقافه الصحراء، ده الطبيعي بالنسبه له اللي كان بيستعمله في الحفاظ على حياته وهو في الصحراء. لكن احنا للاسف مش عايشين في الصحراء، لكن هم جايبين ثقافه الصحراء فرضوها علينا. بالضبط بالضبط، للأسف الشديد يعني. طيب شو بتقول بمقولة جئت إنما جئت أتمم مكارم الأخلاق؟ وهل بالفعل تمم مكارم الأخلاق؟ الموضوع ده مستفز ليا جدا يعني، وسألت السؤال ده كذا مرة في كذا مكان، وسألت كذا واحد مسلم، ما هي اعطينا مبدأ واحد أتى به محمد ما كانش موجود في عصره، يعني قيمة أخلاقية، مش هقول لك في العصر اللي احنا فيه ده، في عصره هو من 1400 سنة، قيمة أخلاقية واحدة أتى بها محمد لم تكن موجودة في عصره. أتحدى أي واحد يقول لي قيمة واحدة أخلاقية أتى بها محمد لم تكن موجودة في عصره. ده كل القيم اللي اتى بها محمد منافيه لقيم العصر حتى اللي هو كان فيه، واسوأ بكثير جدا من القيم اللي كانت منتشره في العصر اللي هو كان موجود فيه. يقول لك محمد حرر العبيد، غير صحيح. محمد كان عنده عبيد لحد اليوم اللي مات فيه، والخلافه الاسلاميه ده العالم الغربي هو اللي اكبر الخلافات الاسلاميه على ان هم يحرروا العبيد، ولحد النهارده في موريتانيا في عبيد. واخر ناس كانوا يطلقوا العبيد كانت ال سعود. كان عندهم عبيد. فانت يعني ايه اللي عمل محمد؟ قال لك وأد البنات، طبعا اكذوبه كبيره جدا، يقول لك كان كل واحد يتولد له بنت يروح يدفنها ايام محمد. وجوه بقى ايه بمكارم الاخلاق؟ قال لك لا بقى حرام عليكم يا جدعان ما تدفنوش البنات. طبعا تفكر في الكلام، طب لما هم كانوا بيدفنوا كل البنات كانوا بيتجوزوا مين؟ خديجه بنت خويلد دي اللي هو راحت اتمرمغ في فلوسها واتجوزها، وبقى بعد ما كان جربوع بقى تاجر على حسها. كانت بنت مين؟ ابوها ما دفنهاش ليه؟ ازاي كان واحده تعيش في هذا العصر وتاجره ومعاها فلوس؟ لما هم كانوا بيعاملوا النساء معامله سيئه، ازاي بقت واحده تاجره ومعاها فلوس؟ وجايبه عيل زي ده بتشغله عندها يمشي بالقوافل بتاعتها، لما هم كانوا بيعاملوا النساء معامله سيئه. طبعا هو ده يعني ايه تلفيق في التاريخ عشان بس يحسسك ان هم كانوا وحشين، وجه محمد تم مكارم الاخلاق. تعال بقى في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، قول لي مبدأ اسلامي واحد ممكن يعمل اي حاجه افضل من اللي احنا فيها دلوقتي. مبدا اسلامي واحد ايه؟ ايه اللي هم بيتكلموا فيه دلوقتي؟ الجزيه؟ هل ينفع تعمل جزيه؟ كلام فاضي. يعني ايه تجيب مجموعه من الناس تستعبده؟ ايه تاني؟ زواج القاصرات والصغيرات، هي دي من المبادئ المحمديه. جلد الزاني، قطع يد السارق. ايه اللي اتى بيه محمد حتى في المستوى المادي؟ قال لك ممنوع الربا. يعني ايه يا عم ممنوع الربا؟ انت دلوقتي في النظام الرأسمالي بتبقى انت ما عندكش حاجه، بتروح تاخد قرض، القرض ده عليه فوائد، لكن القرض اللي انت خدته ده فتحت بيه مشروع، فبعد شويه انت بتنجح وبتسدد الفوائد بتاعتك. لكن انت بقت النتيجه ايه دلوقتي؟ ان انت ما بقتش ما عندكش ولا حاجه، بالعكس بقى عندك حاجه، بقى عندك بيزنس، وبقيت انسان محترم، وبقيت انسان عندك فلوس، وبترجع القرض بتاعك بالفائده بتاعته. لا، قال لك لا ممنوع ما تعملش كده. طب لو ما عملناش كده، لو ما مشينا بالثقافه المحمديه دي، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل الفقير فقير، لان لا يمكن ان هو ياخد قرض من حد ومحدش هيديله قرض، فهيفضل طول عمره فقير، مش هيبقى عنده ولا فرصه واحده ان هو يبقى عنده بيزنس لنفسه. اعطونا مبدا محمدي واحد. صراحة الأسئلة كثيرة والوقت أدركنا جورج. أنا خليني أسألك السؤال بشكل التالي، يعني شو هي الأخلاق، أهم الأخلاق السيئة اللي نحن بحاجة أنه نتخلى عنها، وأهم الأخلاق الجيدة اللي لازم نحن نضيفها لأخلاقنا من كشرق أوسطيين كمسلمين كالمجتمع الفاشل هذا؟ هذه المجتمعات تحتاج ان هي تتخلى عن ثقافه الصحراء واخلاق الصحراء، لانها لا تناسبها، لم تكن تناسبها من 1400 سنه، وحتى الان لا تناسبها، ولا تناسب طريقه حياتها، ولا تناسب البيئه. فهم يحتاجوا ان هم يتخلوا عن جميع مبادئ ثقافه الصحراء، كل الاخلاق الصحراء العدوانيه بيقولوا عليه ايه، الكذب، الولاء والبراء، وكل هذه الثقافه الصحراويه العفنه، وان انا بقى من حقي ان انا اكذب في ثلاث مواقف،
وهذه الامثله اللي يعني كانوا بيعلموها لنا في المدارس، وللاسف الشديد بتعلم طفل في سنه رابعه ابتدائي ان انت من حقك تكذب في ثلاث اماكن لما تكون بتصلح ما بين اثنين، وبتكون تكذب على مراتك، وشيء يعني اخلاق قذره بصراحه. محتاجين ان احنا نتخلى عن كل اخلاق الصحراء، كل الاخلاق الاسلاميه نتخلى عنها، لان حتى يعني الاسلام لم يحرم زي ما قلنا حاجات زي القتل، لم يحرم القتل تحريما تاما، ولكن حرمه في حدود معينه، ان انت لا تقتل اخاك المسلم. لم يحرم العبوديه الا للمسلم، ولكن عبوديه الناس عادي. فهذه المنطقه محتاج ان هي تتخلى عن ثقافه الصحراء بالكامل. ايه الاخلاق اللي محتاجه تضاف للمجتمع الشرقي؟ الكثير يعني. بصوا على المجتمعات الغربيه وشوفوا الاخلاق اللي الناس عايشه فيها، هتعرفوا على طول انتوا ناقصكم ايه. ناقصكم الانفتاح، ناقصكم حريه التعبير، دي حاجه مهمه جدا. حريه التعبير، حريه الكلام، حريه الابداع، ما يبقاش فيه مصادره. يعني هذه البلاد المنكوبه تصادر حتى حريه الفكر. نجيب محفوظ كتب روايه رائعه ولاد حارتنا، صادرها الازهر. فكون ان انت بتصادر حريات الناس وتصادر كتابات الناس، ده اخلاق عفنه، اخلاق الصحراء. اسمح للناس ان هي تتكلم، لان ده هو اللي هيطور اخلاق. اسمح للاعلام بتاعك انه يقدم اعلام نظيف. يعني للاسف الشديد جدا اليومين دول اللي منتشر في الاعلام ثقافه، عارف انت الواد اللي هو مش عارف اسمه، محمد رمضان ده ولا ايه، الواد الجديد ده اللي طلع في مسلسلات رمضان وبتاع، يعني المبادئ اللي بنشرها مبادئ في منتهى السوء. كل الافلام اللي عملها الالماني اللي مش عارف ايه، اللي هو الواد البلطجي اللي بياخد حقه بايده وضارب وش في بيشله في وشه وماشي بقى ايه، يعني بياخد حقه بدراعه وبتاعه وعامل فيها بلطجي، وبقت هي دي الثقافه السائده دلوقتي، وهي ثقافه اسلاميه اصلا. لكن لو اعلامك بيقدم ثقافه نظيفه، لو اعلامك بيقدم مثل يا اخي، خد مثل زي مثل بيل جيتس مثلا، اعمل مسلسل عن بيل جيتس، شوف ازاي الراجل ده كان نجح وبقى عنده شركه من اكبر شركات العالم. اضرب امثله للناس تشجعهم على الحياه، اضرب امثله للناس مفيده، اعمل مسلسل مفيد في قصه واحد، حياه واحد زي اينشتاين، بدل ما بتجيب لهم قصه واحد جربوه، او تعمل مسلسل خالد بن الوليد. من هو خالد بن الوليد يعني عشان تعمل عنه مسلسل؟ اللي ذبح شخص وطبخه واكله ونط على مرته، هي الاخلاق الاسلاميه اللي ورثناها للاسف الشديد، وهي مكارم الاخلاق اللي يطالبون فيها يعني المسلمين للاسف الشديد. طيب جورج، نحن وصلنا لنهايه حلقتنا، وانا بتشكرك كثير على الحضور هذا، وبدي اذكر اصدقائنا كمان، بتعرف جورج سوينا برنامج ما بدانا فيه حتى، يعني لحد الساعه لم ياتينا احد ليناظر. بصراحة أنا أتعجب، ما بعرف أنت يكون عندك تجربة هيك جورج من قبل بالتعامل مع المؤمنين، وليش ما بيحاولوا يناظروا الملحدين، مع أنهم يعني تيجي تلاقيهم على التعليقات شتائم وعنا وإعجاز علمي وأنت ما بتفهم وهالحكي هذا اللي يعني شو برأيك ليش ما عم نلاقي المسلمين يناظرونا يعني؟ انا عندي تجربة في الموضوع ده كذا مرة في قناة الاخر، جاء كذا حد، ناس من هؤلاء الفرسان سواء مسلمين او مسيحيين او غيرهم، وهددنا بانه سيناظرنا ويسحقنا، وجي واحد قبل كده واستعدوا للسحق وسوف اجعلكم اول عبد لله مسك الالحاد تناه وبتاع، فطب تعالى اتفضل ننظم معاد، وبعد كده يجي قبلها بيوم يقول لك لا معلش مش هقدر اجي. فقعدت افكر انا، يعني ده تفكيري الشخصي او ده تحليلي الشخصي للموضوع، ليه الناس دي بتعمل كده؟ يعني ليه انت بتهرب مع انك فعلا على التعليقات خارب دماغنا ويعني وعمال تشتمنا وبتاع، وتقول انا عندي والقران قال والاعجاز العلمي وبتاع، طب ما تيجي تفضل تعالى ناظرنا في الكلام اللي انت بتقوله. اعتقادي انا الشخصي ان يعني في مشكلتين. اولا هو عارف كويس قوي من جواه ان اللي هو بيقوله ده هتل، او مش واثق في نفسه، مش واثق في معلوماته، فعارف ان هو مش عايز يحرج نفسه، يعني مش عايز يطلع وبعدين ممكن تحصل مثلا يقول لك يعني طب افرض مسكوني يعني ايه حطوا عليا، فايه اللي هيحصل ساعتها؟ ابقى انا حركت نفسي وحركت الدين. فبيتجنبوا ان هم يظهروا بالطريقه دي، ويكتفي بان هو يجلس ورا الكيبورد ويقعد يكتب كلمتين ويروح عشان ما حدش يعرف يمسكهم عليه. الحاجه الثانيه ان هو حاسس ان هو جامد
بس عنده كبرياء رهيب بقى، يقول لك مين دول اللي انا هنظرهم؟ يعني مين بقى يعني انا رجل ملحد، رجل مسلم عالم في الاسلام، عالم في علم الفساء والزورات والنكاح النمله المشركه والطمس والحيض والنفاس، فيعني ازاي اقعد مع الملحدين دول وانا وانظرهم؟ كبرياء رهيب يعني. معلش يعني ايه يعني، اعتبرنا ناس مساكين وتعالى حتى صلح لنا افكارنا. لو انت شايف انك جامد قوي كده، فارس لفارس والميدان واسع، تعالى ورينا الفروسيه يعني. طيب، عندي سؤال أخير جورج، هل نكاح النملة الكافرة يعتبر زنا أم لا؟ عايزين نسأل أحد الصلاعمة هذا السؤال يعني. ما هو حكم الرسول والإسلام في نكاح النملة الكافرة؟ فلا أعوذ برب الفلق. طيب، على كل حال أنا حطيت القناة اليوتيوب تبع الاتجاه المشاكس. طبعا انا راح يعني انا ما راح اياس من رحمه الله ولا تقنط من رحمه الله، فراح يبقى القناه اليوتيوب راح تبقى مفتوحه، ويعني اهلا وسهلا في كل مؤمن كان مسيحي او مسلم يجي يناظرنا يعني. ونتمنى، وانا بشدد على اخواننا المسلمين يعني، لانه هن اللي خاربين بيوتنا وهن اللي موجعين راسنا وبعنترياتهم الفاضيه يعني، للاسف الشديد عن رياض فاضية، حتى ودتنا بجهنم الحمراء مثل ما بقولوا. على كل إن أنا بتشكرك كثير جورج، وأنا آسف كثير يعني إنه ما قدرنا ناخذ تعليقات من الأصدقاء وشيء، لأنه بصراحة أنا يعني الموضوع الأخلاق بده ساعات يعني، ولازم الواحد يتطرق بكل صغيرة وكبيرة، والوقت ما بسمح لنا، والاخ جورج يعني ما بسمح لنا اكثر من ساعه، فلازم نشد حملي عليه عشان نسوي الحلقات اطول يعني، عشان الناس ما تزهقش من لا، انا عم بمزح يعني، فقط لا اكثر ولا اقل. بشكرك كثير جورج، وشكرا لكم اصدقائي كمان. الى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا جورج. شكرا 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 حبيبي، شكرا.